طارق، ما هي أسباب الفشل الكلوي؟ أسباب الفشل الكلوي المتعددة في الميديا بتاعتنا أكتر عدم وجود رعاية طبية أساسية تتناول علاج مرضى السكر ومرضى الضغط بشكل منتظم، بعض العادات السيئة اللي هي الأسر اللي متوارث فيها أمراض الكلى، وبالتالي بيبقى هناك سلبية في الأجيال القادمة من هؤلاء الزيجات اللي هي هناك أمراض وراثية في أمراض الكلى، بالإضافة لعندنا استخدام جزء كبير جدا من الأمراض من الأدوية المسكنة مع بعض المرضى، وعدم الوعي الكافي إن الأدوية دي قد تضر بالصحة العامة وما يخص الكلى بشكل خاص. دي المسببات الرئيسية، بالإضافة لبعض الأمراض اللي هي أمراض ناتجة عن خلل أو اضطراب في أجهزة المناعة بتاعت الجسم، ولما بيبقى هناك تشخيص متأخر أو هناك عدم وجود رعاية طبية كافية، هذه الأمراض في الآخر بتقول إلى فشل كلوي مزمن. شكرا. أنا محمد.